الحدوته بتبدأ وبنشوف البطل كوبر وهو سايق سفينة فضائية وبيحاول يسيطر عليها. بيفوق بعد كده وبيبقى ده كابوس وبيلاقي بنته ميرف وقفاله وبتطمن عليه. وبعدها بيجي النهار وبيكون قاعد بيفطر مع بنته ميرف وابنه توم وابو مراته اللي اسمه دونالد، وبتكون مراته ماتت من فترة بسبب ورم في المخ. بتتكلم ميرف مع اهلها في ان في شبح موجود عندها في الأوضة بتاعتها، بيوقع لها بقى حاجات من المكتبة بتاعتها وهكذا. وبيطلع ساعتها كوبر عشان يبص على الأوضة بتاعتها وبيبص عليها بصة كده، وبنعرف ان في الوقت ده بيكون في غبار كتير انتشر حوالين العالم كله، وبتكون كل المحاصيل في العالم ماتت، ومفيش غير بس محاصيل الذره هي اللي قدرت انها تقاوم الغبار ده لان جدرها قوي في الارض ولا حاجات كتير كده مالناش دعوه بيها. المهم بعد كده بيكون كوبر وميرف وتوم رايحين المدرسه بتاعت ميرف عشان في اجتماع مع المدرسين هناك. بعدين وهم في السكه بيشوفوا طياره درون حربيه بتطير لوحدها، فيقرر ساعتها كوبر وعياله ان هم يفضلوا يسوقوا وراها وعشان يتحكموا فيها ويحاولوا ان هم اي فاهم مع الصحاب ياخدوها كده لنفسهم. وبنعرف ان دي طياره درون حربيه هنديه وكانت طالعه في بعثه، ولكن البعثه وقفت وتاهت بقى الطياره دي منهم، فضلت دايره كده والصحاب بسبب انها بتمشي على الطاقه الشمسية. المهم بياخدها كوبر معاه وبيروح الاجتماع بتاع المدرسه، وبيعرف من المدرسين ان المستوى بتاع ابنه توم كويس ولكنه مش هيأهل ان هو يدخل جامعه، عشان يعني انت عارف ظروف العالم الاقتصاديه في الواد ده مش ولا بد، يعني في عدد قليل قوي من الطلبه اللي اساسا بيتقبلوا في الجامعه وينفع ان هم يدخلوا جامعه. اتكلم بعد كده مدرسه عن ميرف وبتقول انها مهتمه بالفضاء وكتب الفضاء برغم ان خلاص الحاجات دي ملهاش لازمه دلوقتي والعلم بتاعها اساسا بقى في البلالمبم. وبيقول ساعتها كوبر هو زعلان ان العلم ده هو السبب في وجود جهاز اسمه الرنين المغناطيسي واللي كانوا اساسا قدر ان هم يحددوا بيه مرض اللي ماتت. وبيطلع بعدها وبياخد ولاده وبيروحوا يتفرجوا على ماتش بيسبول في الاستاد، ولكن بتيجي عاصفه ترابيه كبيره وبتوقف الماتش وبتخلي الناس كلها تروح على بيوتها. ولما بيرجع كوبر وعيله البيت بيلاقوا ان في تراب دخل الاوضه بتاعت ميرف وبهدلها، وبيكون التراب عامل شكل غريب كده بالصحاب، وبتقول ميرف ان اكيد الشبح بيحاول يوصل لها رساله. فيفضلوا ساعتها هم الاثنين طول اليوم بيحللوا الاشكال دي وبيكونوا مفكرين ان دي شفره مورس ولا حاجه. وبعدها بيوصل كوبر ان ده نظام عد ثنائي بارقام 1 و0، هو كده اسمه النظام العد الثنائي. هو النظام ده بالصحاب بيعتمد على 1 و0، يعني واحد ليه معنى وصفر ليه معنى، وبيعمل عن طريقه احداثيات على الخريطه عشان بقى الاحداثيات دي يوصلوا بيها المكان. وبيعرف ان المكان اللي هم وصلوه ده تابع لوكاله ناسا اللي دلوقتي بالصحاب بقت وكاله سريه، عشان يعني بسبب المجاعه اللي العالم بيعاني منها ما ينفعش ان هم يعلنوا على رحلات للفضاء وابحاث علميه بملايين الدولارات. يعني في صباح الفل، احنا العالم بيجوع عسام وبيموت من الجوع وانتوا رايحين تطلعوا لي صواريخ الفضاء، يلا هنقول ايه؟ المهم بيروح بعد كده كوبر هناك وبيلاقي ميرف راكبه معاه في العربيه، وبيروح هناك وبيقابل فريق وكاله ناسا بقياده البروفيسور براند وبنته اللي اسمها برضه براند، يعني هو الراجل اسمه براند والبنت اسمها براند، هو تقريبا هو بيعمل براند. المهم بيقابل معاهم اتنين تانيين الا وهما دولي ورومولي، وبيتكلموا بقى معاه وبيشرحوا له الموقف باختصار، وهو ان في افه في الغلاف الجوي، والافه دي بتتغذى على المحاصيل وبتتغذى كمان على النيتروجين اللي موجود في الغلاف الجوي واللي موجود بنسبه 80%، وان الجيل بتاع بنته ميرف هيكون هو اخر جيل هيعيش على الارض اصلا، عشان بعدها مش هيكون في اي محاصيل ياكلوها ولا حتى يتغذوا عليها، وهيكون كمان في اختناق في الجو، وان هم كانوا بعده من 10 سنين كده بالصحاب رحلات فضائيه لاكتشاف كوكب جديد يعني يقدروا ان هم يعيشوا عليه، بس هم لسه ما وصلوش لاي حاجه، وان هم هيضطروا دلوقتي ان هم يعملوا رحلات اخرى للفضاء عشان يكتشفوا كوكب جديد، وهيكون هو من ضمن طاقم الرحله دي ويسوق هو بيهم السفينه بتاعتهم، عشان يعني هو متعلم الموضوع ده من زمان وكده وكان هو اساسا ما علينا. المهم الخطه بالصحاب هتكون ان هم يلاقوا كوكب جديد صالح للحياه، فياخدوا عدد من البشر هناك وعدد كبير من البويضات المخصبه عشان يبقوا بشر من جديد على الكوكب ده. وبيضطر ساعتها كوبر ان هو يوافق على الرحله دي عشان ما فيش اي حل تاني يا فندم، ولكن بنته ميرف بتكون مش موافقه خالص ومش عايزاه ان هو يمشي ويسيبها، وبتزعل جدا لما بيروحوا البيت وبتدخل وبيحاول ان هو يصالحها ويفهمها الموضوع، وبتقول له انها لقت رساله مبعوثة لها من الشرح بتاعها مكتوب فيها ستاي اللي هو يعني استنى وحات ابوك يعني او ابقى او افضل يعني هكذا يعني. المهم بيقول لها ان هو لما يرجع من الرحله دي هتكون هي في نفس سنه، بس هي برضه بتكون متضايقه وبيقرر ساعتها ان هو يروح تاني على وكاله ناسا عشان يبدا في الرحله بتاعته. هتقولي معلش بس انا عندي سؤال هنا، هتقولي هو ازاي هيرجع هتكون هي في نفس سنه؟ هقول لك هذا يستوجب درس في الفيزياء. بص يا صحابه دلوقتي الزمن بيتاثر بالجاذبيه، فهو هيسافر في الفضاء وهيخش بقى ثقب دودي ومش عارف ايه، وهيخش في كواكب الزمن فيها مختلف عن كوكب الارض، يعني فاهم الحاجات دي كلها. فلما يرجع الزمن هيكون عدى عليه كانه سنه اتنين تلاته، انما هيكون عدى على كوكب الارض بتاع 10 سنين 15 سنه في الحدود دي يعني، واخد بالك انت؟ يعني انا بقول بس مثال بارقام وكده. فلو عايز بقى انت تعرف المواضيع دي اكتر روح اقرا نظريه النسبيه بتاعت عمنا اينشتاين، ولكن انا مش جاي ادي لك درس فيزياء عشان ما تسيبنيش الفيديو وتخرج، ان ما كانش اساسا نص الناس سابت الفيديو وخرجت، وانا ممكن اكون بكلم نفسي دلوقتي بس ما علينا، احنا نرجع للفيلم وانت بقى بفهم مع نفسك. المهم زي ما انا قلت لك يا ابو الصحاب اخر حاجه ان هو بيسيب بنته وبيقرر بقى ان هو يروح على وكاله ناسا، ويفضل عيني يعيط في الطريق عشان هو زعلان ان هو هيسيب عيلته كلها. بيروح بعد كده ويبدا الرحله بسرعه مع الطاقم وبيطلعوا سفينه صغيره على الفضاء، وبيوصلوا للسفينه الام اللي هتشيل السفينه بتاعتهم، وبنعرف ان هم رايحين في رحله لثلاث كواكب، احتمال واحد من دول يكونوا نافعين للحياه عليهم. وبيفضلوا بقى يتكلموا شويه وبيناموا بعدها في حجرات صغيره كده باختصار، ابو الصحاب برضو اللي بينام فيها بيعدي عليه وقت كبير جدا من غير ما يكبر في السن.
بعد كده بالصحاب بيكملوا الرحله بتاعتهم وبيكونوا قربوا من الثقب الدودي. وبنعرف من الشرح بتاع دول زميلهم ان الثقب الدودي ده بيخليك توصل لاي مكان في وقت قليل جدا اللي هم بيخليك تسافر في الزمكان. هتقول لي يا عم حدوته معلش اشرح لنا هذه النقطه وحتبوك. هقول لك بص يا عم الحاج، الثقب الدودي ده عامل شبه النفق، بيختصر عليك يعني انا عايز اروح من نقطه الف للنقطه ب ماشي، ولكن انا المسافه طويله قوي، فانا هعمل لك نفق كده بالصحاب يخرم لك الحته دي وديك من نقطه الف للنقطه ب في ثواني معدوده او في وقت قصير قوي. واخد بالك انت؟ اعتبره زي النفق كده، هو ثقب حرفيا خرم نفق، واخد بالك انت؟ فما علينا من مش عارف، انا اصلا بحب الفيزياء والكيمياء والحاجات دي والفضاء بقى، بحب انا يا جدعان الحاجات دي والله العظيم، انا عايز افتح قناه علميه ماليش دعوه. المهم مش موضوعنا، هنكمل بقى بالصحاب. المهم بالصحاب بيقعد يشرح لهم اللي انا قلته لكم ده، وبيكملوا بعد كده في طريقهم وبيعدوا من جوه الثقب الدودي وبيوصلوا لكوكب كله ميه. وبتكون الساعه الواحده على الكوكب ده بتعادل حوالي 7 سنين على كوكب الارض. انت متخيل 7 سنين على كوكب الارض؟ هي بس الساعه على الكوكب ده. وبيكونوا عايزين ان هم ينزلوا يخلصوا المهمه بتاعتهم دي بسرعه عشان ما يتاخروش في اتمامها، عشان انت كل ما بتتاخر يا فندم فانت بتعدي سنين على كوكب الارض واحنا العالم بينتهي اصلا يا كابتن. المهم بينزلوا ساعتها براند ودولي وروبوتي عشان ياخدوا حطام معين موجود على الكوكب عشان بقى فاهم يساعدهم في المهمه اللي هم بيعملوها، وبيحاولوا ان هم يخلصوا بسرعه عشان في موجه ميه كبيره جدا جايه عليهم. وبيضرب على كده ان هم يدخلوا في اخر لحظه للسفينه، ولكن للاسف ساعتها بيكون دولي الميه سحبته واخدته بعيد قوي وبيموت يعني الله يرحمه. وبيطلع ساعتها كوبل وبراند بسرعه للسفينه عشان يهربوا من الموجه اللي موجوده، وبيقدروا الحمد لله ان هم يطلعوا. وبعدين بيقابلوا زميلهم رومولي، انت واخد بالك يا ابو الصحاب، اللي بيكون حرفيا شكله اتغير فاشخ قوي وكبر جدا، راجل عجز. وبيكون داخل الغرفه اللي بينام فيها كتير وطلع منه، ولكن الراجل زهق وبيكون في رسائل لكوبر من 23 سنه، يعني هو قاعد على الكوكب ده حوالي 23 سنه. يا نهار اسود ومنيل يا جدع، 23 سنه، انت متخيل تنزل على كوكب ساعتين؟ انت متخيل تنزل على كوكب ساعتين ثلاثه تطلع معدي 23 سنه من عمرك؟ يعني مش من عمرك انت، يعني من عمر الناس اللي على الكوكب تاني. المهم الرسائل بقى اللي جت لكوبر من 23 سنه دي، بيلاقي ان هي رسائل من ابنه توم على مدار حياته كلها، من اول لما نجح وجاب تقديرات كويسه في المدرسه، وبعدها بيكون ارتبط ببنته وحبها، وبيكون بعد كده كبر شويه واتجوز وخلف بنته وسماها جيسي. واخر رساله من ابنه كان بيقول له فيها ان هو جده مات وان جيسي كمان ماتت، وان هو هيبطل يبعت رسائل تاني عشان هو حاسس ان ابوه هو كمان مات. وبيلاقي بعد كده رساله من بنته ميرف اخيرا، وبتكون كبرت وزعلانه جدا، وبتقول له انها دلوقتي في نفس سنه لما هو سافر، وهو لسه ما رجعش زي ما قال لها زمان. وساعتها بيفضل يعيط ومتاثر جدا باللي هو شافه وسمعه ده، يعني كنت وعدت بنتي ان انا هرجع تاني بس لما اكون في نفس سنها، ولكن انا بقيت في نفس سنها دلوقتي او هي بقت في نفس سني وانا لسه ما رجعتش يا كابتن. المهم بعد كده بيكونوا قاعدين بقى مين؟ عمنا كوبر ورومولي وبراند، وبيفكروا بقى في انهي كوكب هيروحوا له بالظبط، ان هما دلوقتي قدامهم كوكبين بس، عشان برضو الوقود اللي معاهم قليل جدا، وبيكونوا يا اما هيروحوا كوكب كده اسمه ادمونز والكوكب التاني اسمه مان، وبيكون الوقود بتاعهم مش هيكفي ان هم يروحوا الاثنين، فلازم هم يحددوا واحد منهم. وكانت براند ساعتها عايزه تروح لكوكب ادمونز عشان هو كان عليه خطيبها اللي ما رجعش من ساعتها، بس بيقرروا في الاخر ان هم هيروحوا لكوكب مان عشان يعني ده عليه استاذ كبير ليهم في الفضاء وكده، واكيد الكوكب اللي عليه هو هيكون المناسب. على الارض بقى بيكون البروفيسور براند خلاص بيحتضر يعني، وبتروح له ميرف اللي كانت بتشتغل معاه في وكاله ناسا، وبيقول لها هو على فرش الموت ان فكره ان هم يطلعوا الناس لكوكب تاني دي كانت حاجه مستحيله ومش هتحصل اصلا، عشان هي لازم تتحل المعادله بتاعت الجاذبيه، واللي بيكون هو فشل ان هو يحلها طول السنين بتاعت حياته دي، لان هو كان لازم ياخد شويه معلومات عن الثقب الاسود بس هو ما عرفش يعني. فبتروح بعد كده ميرف تسجل الكلام ده لابوها في فيديو وتبعته على السفينه اللي ابوها فيها، املا ان هو يكون عايش ويشوف الرساله دي. وفي نفس الوقت ده بالصحاب هو واللي معاه بيكونوا وصلوا كوكب مان، واللي بيكون متهلك حرفيا بطريقه كبيره جدا. بيوصلوا ساعتها للسفينه اللي كان موجود فيها العالم مان، واللي كان اساسا نايم في حجره بتاعت الاحتفاظ بالعمر دي، وبيكون فرحان جدا عشان هو شاف بشري اخيرا، لان هو كان متوقع ان هو هيفضل هنا ويموت لوحده. وبيتكلم بقى عن الكوكب ده وبيقول ان هو كوكب متهلك جدا وبارد في كل اوقاته، وان مفيش مكان يقدر ان هم يتنفسوا فيه غير مكان معين بس. بعد كده بالصحاب رساله ميرف بتوصل للسفينه، وتكون بتقول فيها لبراند ان ابوها براند برضه مات، وانها عرفت ان مستحيل ان هم ينقلوا البشر لكوكب تاني، واللي كانت كل دي كذبه اساسا، وانتوا عملتوا كده وطلعتوا الفضاء عشان تدوروا على كوكب تعيشوا بالصحاب انتوا فيه وتسيبونا احنا بقى نعاني في كوكب الارض، وتحطوا بقى البيضات اللي معاكوا دي تخلف وتعمل جيل جديد من البشر، ولكن احنا ننقل البشر اللي على الكوكب بتاعنا لكوكب تاني ده عند امكم. وبيكون كوبر طبعا سمع الكلام ده كله واتاثر ببنته جدا عشان المعاناه اللي هي فيها، هو حرفيا سابها تموت لوحدها. وبتكون براند مش عارف اي حاجه عن اللي بيحصل ده ولا اللي هي قالته، اللي هو انا والله ما اعرفش يا باشا. طبعا بيبقى كوبر عايز ان هو يرجع لكوكب الارض من تاني عشان عياله، ولكن الروبوت اللي معاهم واللي اسمه تارس عنده اقتراح، وهو ان هم راجعين كده بالصحاب يعدوا على الثقب الاسود عشان يعرفوا ياخدوا منه المعلومات اللي هتفيدهم بقى في تعديل الغلاف الجوي في الارض، او يعني فاهم انت يعني يحاولوا يعملوا اي حاجه، او يعني فاهم يرجعوا الارض ومعاهم حاجه ليها لازمه ممكن تخلي الناس تعيش على الارض والحياه تستمر وهكذا يعني. فيوقف ساعتها كوبر بيقول ان هو بس هيروح المكان اللي مان قال عليه عشان يشوف الاكسجين اللي هو كان بيقول عليه ده، وبيروح ساعتها بالصحاب روملي عشان يشوف الروبوت بتاع مان، وبيحاول يعرف منه
منه شويه معلومات، وبراند في الوقت ده كانت على السفينه. المهم في الوقت ده بالصحاب ملف بيكون اخذ الدكتور كده اسم جيتي عشان يكشف على ابن اخوها توم واللي بيكون تعبان جدا، وبنعرف ان الكلام ده اصلا من ورا توم عشان هو مش عايز يقابل اي حد من عند البروفيسور براند ده او ناس عموما، عشان هو خلاص اتاكد ان ابوه مش راجع تاني او يعني مات فاهم. وبتطلع بعد كده بالصحاب ملف الاوضه بتاعتها وهي صغيره عشان تشوف تحاول تعرف اي حاجه توصل لها لحل معادله الجاذبيه، يعني شوف الشبح ده اللي كان بيطلع لي في الاوضه يمكن يفيدني باي حاجه يعني. في الوقت ده والصحاب العالم مان اعترف لكوبر ان الكوكب ده اساسا مش صالح للحياه، وان هو لما وصل على الكوكب ده من فتره ولقى ان هو مش صالح للحياه والوقود بقى والموارد بتاعته ما كفتش ان هو يرجع تاني على كوكب الارض، ما حبش بقى ان هو يموت لوحده هنا، وكان بيبعت لوكالة ناسا رسائل كتير بيقول لهم فيها ان الكوكب بتاعه ده صالح للحياه عشان يبعتوه ناس بقى فاهم انت، وساعتها هو يرجع معاهم او يجيبهم يموتوا معاه ايهما اقرب يعني، ويسيب بقى هو الكوكب ده ويخلص منه. وبيزق كده ابو الصحاب عمنا كوبر فجاه من مكان عالي وبينزل وراه، بيفضلوا يضربوا الاثنين في بعض، وبيشرخ عمنا مان الخوذه بتاعت كوبر عشان يموته. بيروح بعد كده مان عشان ياخد السفينه بتاعتهم ويرجع هو على كوكب الارض، وبيقدر ساعتها كوبر ان هو يتصل ببراند وبيخليها حرفيا تلحقه بمعجزه وبتجيله بتركبه معاها السفينه. وبيكون ابو الصحاب في الوقت ده روملي في المكان اللي كان عايش فيه مان، وبينفجر المكان بيه لما حاول ان هو يفتح الروبوت بتاعه عشان هو كان عامل النظام بتاع الروبوت ان هو لما حد يحاول ينفجر فيه. المهم بيطلع بعد كده كوبر وبراند بالسفينه بتاعتهم، ومان بيطلع بالسفينه بتاعته عشان هم عايزين دلوقتي يتصلوا بالسفينه الام، هم سفن صغيره لازم تتصل بالسفينه الام. ولكن ابو الصحاب بيكون مان مش عارف ان هو يخلي مركبته تتصل بالسفينه الام عشان هي ليها طريقه معينه وطريقه صعبه يعني مش اي حد يعملها ابو الصحاب، ولما بيحاول ان هو يدخلها بالعافيه بتنفجر السفينه بتاعته وبيموت، يعني طلع ابن هبله وهبل. المهم ابو الصحاب بعد كده بيروح كوبر بسرعه المركبه بتاعته عشان هو يتصل بالسفينه الرئيسيه عشان يعني في حاجات مهمه زي البويضات المخصبه يقدر بقى ان هو يعني يلحق اي حاجه ابو الصحاب. المهم على الارض بيوصل توم وبيشوف الدكتور وبيضربه وبيطرده هو واخته، فمرف بعد كده من غزها بتفضل تحرق محصول الذره بتاعه عشان يروح هو يطفيه، وهي بقى ترجع البيت وتحاول تعرف اي حاجه من المكتبه بتاعتها. في الفضاء بيكون بقى مفيش خلاص وقود كفايه في السفينه انها يا اما تروح كوكب ديزموند او يا اما ترجع كوكب الارض، يعني بص مفيش ولا ده ولا ده كابتن بوشكاش. وبيقرر ساعتها بالصحاب ان هو حرفيا يعني عامل زي ما يكون يلف حوالين الثقب الاسود، واخد بالك انت؟ هتقولي ازاي يلف حوالين الثقب الاسود؟ اقول لك زي ما احنا بالصحاب بنلف حوالين كوكب الارض فاهم، ان يلف وعايز يلف كده بالصحاب ويفصل المركبه بتاعته عن المركبه الرئيسيه ويخلي بقى المركبه الرئيسيه دي تهبط على كوكب ديزموند، واخد بالك انت؟ ويضحي هو بنفسه. ما طبعا هو مش قايل براند على الموضوع ده بالصحاب. المهم بالصحاب بيعمل كده وبراند بتكتشف اللي هو كان بيعمله ده، وبيقع كوبر في الثقب الاسود والمركبه بتاعته بتتدمر، وبيلاقي نفسه بالصحاب في مكان غريب كده وبيقدر يشوف منه كل ذكرياته زمان مع بنته، وبيعرف ان هو اللي كان الشبح بتاعها زمان وان هو اللي كتب لها شفره مورس، ان هو اللي كتب لها قبل كده كلمه ستي، ويكون بقى عمال يعيط فاهم في اللقطه الخرافيه بتاعت دولت مي جو ميرف دولت مي جو ميرف، والله العظيم قمه في المشاعر يا جدع في اللقطه دي. المهم الصحاب بيقدر يعرف بعد كده ان هو ممكن يتحكم في اي حاجه ويقدر يبعت رساله لبنته في اي وقت وفي اي زمان، فبيخلي ساعتها الروبوت اللي معاهم اللي اسمه تراس ده يبعت له كل المعلومات اللي هم محتاجينها من جوه الثقب الاسود ويبعتها هو الميرف عن طريق شفره مورس. هتقول لي ايه شفره مورس ده؟ بص هقول لك انت كل شويه تسالني يا عم. بص يا عم حاجه، شفره مورس دي شفره بتتكون من عن طريق داش ودوت اللي هي الشرطه ونقطه، واخد بالك انت؟ يعني انا لو عملت كده دي نقطه، لو عملت كده دي شرطه، الشرطه اللي هي طويله، النقطه اللي هي يا دوبك، واخد بالك انت عامل حاجه؟ فالشرطه دي ليها معنى والنقطه ليها معنى، نقطه نقطه شرطه شرطه، دي كده والصحاب ليها دي كلمه معينه، ممكن يكون شتمت انت مش واخد بالك انت، واخد بالك انت؟ فكل يعني شرطتين نقطتين مثلا حرف الالف مش هكذا بقى، وكل لغه ليها حوارها، ليله كبيره قوي يا عم الحاج انت مش محتاج انك تعرفها اساسا، انت بتتعبني معاك ليه يعني؟ المهم واللي انت محتاج تعرفه ان هو بعت لها كل المعلومات اللي هي محتاجاها عشان تحل معادله الجاذبيه عن طريق شفره مورس ايه والروبوت اللي اسمه تراس اللي حلها له، هو اللي اداله المعلومات يعني. ميرفا بالصحاب بتشوف كل ده عن طريق الساعه بتاعتها وعقربها عماله تتحرك بطريقه معينه زي ما قلت لك ايه بطريقه شفره مورس، وبتروح ساعتها تحضن اخوها وبتقول له انها خلاص عرفت الحل وبتروح بقى تحل المعادله بتاعت الجاذبيه. وبيكون كوبر في الوقت ده في الثقب الاسود او البعد اللي هو بقى حواليه هو الثقب الاسود ده بدا ان هو يختفي واحده واحده، وبيلاقي بعد كده نفسه في الفضاء لوحده وبتكون في سفينه فاضيه معديه من جنبه وبيلحقوه قبل ما يموت او يحصل له حاجه. ولما بيفوق كوبر بيلاقي نفسه في مكان اسمه محطه كوبر، وساعتها الناس هناك ان ميرف هي اللي انقذت الكوكب بسببك انت وانها سمت المحطه دي باسمك كده هي منن يعني بيك. وبعد كده بيعدي يوم وبيروح للمكان هي عاملاه في المحطه وبيكون شبه بيتهم القديم وحاطه فيه حاجات كده كتير من ذكرياتهم سوا وهكذا يعني. وبعد كده بيروح بقى يقابل بنته ميرف، وحرفيا ميرف بتكون عجوزه وعرفوش الموت اصلا، وصراحه بيكون مشهد مؤثر فشخ يعني. وبتقول له ميرف ساعتها انها عرفت خلاص ان هو كان الشبح بتاعها زمان، وبتقول ان خلاص مش المفروض انك تكون موجود هنا دلوقتي وانا اصلا بموت، وانك لازم بقى تروح لبراند على كوكب
كوكب إدمونز لأنها اكتشفت إن الكوكب ده صالح للحياة وعمت هناك مستعمرة وعايشة والدنيا لذيذة أوي معاها. وبيسيبها ساعتها كوبر على فرش الموت وبيجتمع حواليها عيالها وأحفادها. بيحضر كوبر السفينة وبيحضر نفسه هو والروبوت عشان يروح على كوكب إدمونز. ونشوف آخر مشهد في الفيلم براند وهي قاعدة في كوكب إدمونز. وبس كده عم الحاج توتا توتا خلصت هذه الملحمة يا عم الحاج مش الحدوتة. وبس تنساش بس سبسكرايب لايك كومنت شير وتعمل فولو على انستغرام وتعمل فولو لكريم أسامة عشان هو اللي منتج الفيديو ده وتعمل فولو لأحمد أسامة عشان هو اللي كتب السكريبت ده وتخش على جوجل ميمز مين أمي على الفيسبوك وتعمل أبو الصحاب سبسكرايب لبقية القنوات بتاعتنا الجامدة فشخ كلها. عندك حدوتة مصرية حدوتة أنمي عندك حدوتة جامدة عندك حدوتة جيمنج عندك قناة كمان حسن فهد اللي هي القناة الخاصة بيا. وبس كده عم الحاج أشوفك إن شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.